عقد برلمان دولة المجموعة الاقتصادية والنقدية السيماك في 27 من نوفمبر بالعاصمة الكاميرونية ياوندي أعمال الاجتماع الرابع للجنة التمهيدية للبرلمان المجموعة. حضر الاجتماع رئيس البرلمان محمود حسن سمبو وتفاصيل هذا الاجتماع. برلمان دول المجموعة الاقتصادية والنقدية السيماك وضمن برنامجه المتعلق بترقية استراتيجياته الخاصة بتطبيق التوصيات التي اتخذها رؤساء دول المجموعة، سيما التوصيات المتعلقة بالتكامل النقدي وحرية تنقل الأشخاص وممتلكاتهم بدول المجموعة، ذلك من خلال ملائمة السياسات التجارية وكذا تقارب كوادر المؤسسات الاقتصادية الإقليمية. فإن رئيس هذا البرلمان محمد علي كوسو ومن خلال مشاركته في أعمال الاجتماع الرابع للجنة التمهيدية فقد أشاد بمختلف الحلول والتوصيات التي تم اتخاذها غدا الاجتماع. هذا ومن جانب آخر فقد اغتنم محمد علي كوزو الفرصة لزيارة رئيس الجمعية الوطنية لجمهورية الكاميرون، كما عبر له عن تضامن برلمان السيماك مع برلمان الكاميرون جراء الحريق الذي نشب ببعض مكاتب اللجان وغير ذلك من أقسام مختلفة. كان برفقة محمد علي كوسو خلال الزيارة عدد من أعضاء برلمان دول المجموعة الاقتصادية والنقدية السيماك. وزير التنمية الصناعية والتجارة وترقية القطاع الخاص حامد محمد كوا يترأس فعاليات ورشة مراجعة حسابات وتعهدات المؤسسات والشركات المدرجة بميثاق الاستثمار والخروج بنتائج واستنتاجات بحضور وزير المالية والميزانية بالإنابة الأمين العام للحكومة عبد الله صابر فضل وبحضور أيضا رئيس الغرفة التجارية أمير الدودو أرتين آدم حسن مكامي. مراجعة حسابات وتعهدات المؤسسات والشركات فيما يعرف في إطار القانون بميثاق الاستثمار وكان بيت القصد في هذه الورشة التي تهدف إلى فحص ومراقبة التحقق من الالتزامات والتعهدات لعدد من الشركات والمؤسسات التي شملتها اتفاقية الاستثمار للعام 2008. نتائج مراجعة اتفاقية الاستثمار خلصت بتصنيف الشركات والمؤسسات 47 التي شملتها الاتفاقية إلى 5 فئات وعرض ملخص جدول النتائج بالعديد من الاستنتاجات. كما تداخل أثناء الورشة كل من وزير المالية والميزانية بالإنابة الوزير الأمين العام للحكومة عبد الله صابر فضل ورئيس الغرفة التجارية أمير الدودو أرتين مهنئين فريق عمل وزارة التجارة على هذا العمل الدؤوب الذي كشف مخالفات كثير من المؤسسات والشركات الموقعة على اتفاقية الاستثمار. وزير التنمية الصناعية والتجارية وترقية القطاع الخاص في حديثه أكد بأن الاستنتاجات والنتائج التي خلصت من هذه الورشة ستأخذ بعين الاعتبار. لدينا شركات بين منهم يعني ما شاء الله خدموا كويس وفي شركات ما خدموا كويس. مرات في شركات شالوا بس الكونفنشن يعمل فوقها فروت. ده قلنا لازم شغلة تقف. الأمر كويس نقول لهم هل يمشوا قدام نقول لهم نشوفوا كيف نساعدهم عشان يمشوا قدام. لكن من ده قدام حكومة يتابعهم قريب عشان يعمل شنو الحاصل. ما بس تدير كونفنشن تقول امشي سريع وتخلي تجي تشيف بعد 5 سنة. لكن من ده قدام يوم في يوم حكومة تشيف الحاصل شنو. اتفاقية الاستثمار التي أقرتها وصادقت عليها الحكومة في العام 2008 تهدف إلى تسهيل عمل المؤسسات والشركات الموقعة عليها في الضرائب والجمارك مقابل التقليل من ظاهرة البطالة بتوظيف ما يقارب 40,000 شاب. وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات والقدرات الخاصة قدمت وزيرة المرأة وحماية الطفل بيانا صحفيا أشارت فيه إلى ضرورة تأهيل ودمج المعاقين بالمجتمع. جزء من الحديث. Demain 3 décembre le Tchad à l'instar des autres états membres des Nations Unies célébrera la journée internationale des personnes handicapées. Tchad كغيرها من دول العالم تحتفل يوم غد باليوم العالمي لذوي الأعاقة دورة 2017، وذلك باعتبار البلاد ضمن الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة. وشعار هذا العام هو التحول نحو المجتمعات المستدامة والقادرة على التكييف لمصلحة الجميع، ويركز إلى اعتماد أهداف التنمية المستدامة ودورها في بناء عالم أكثر شمولاً وإنصافاً لذوي الإعاقة ووضع حجر أساس لمستقبلهم بصورة أكبر. ويتزامن الاحتفال بهذا اليوم
مع الذكرى السنوية العاشرة لاعتماد حقوق المعاقين، وهي واحدة من المعاهدات الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة، حيث كانت الأكثر انتشاراً والأسرع تصديقاً حتى الآن. وأن الثالث من ديسمبر تحتفل به البلاد سنوياً لفهم قضايا الإعاقة وضمان حقوقهم وفتح الفرص لهم في كل المجالات التنموية، وأن الحكومة عبر وزارة المرأة والتضامن الوطني قد قررت أن تقدم يد العون وتوفير الخدمات الصحية لهم من قبل وزارة الصحة العامة. وبمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة دورة 2017، أتمنى لكم عيداً سعيداً.